اللي يحدث للأهلي الآن طبيعي في في كنتائج؟ كنتائج ما هي طبيعية أكيد. يعني الأهلي لا زال يعيش في دوامة، أعتقد أوكي مفروض أن يحاول غير رئيس، غير إدارة، غير مدرب. اليوم تعادل 1-1 مع جدة، 1-1 مع جدة، يعني يعني الأهلي لا زال يعاني للأمانة مع تغيير مدربين. أوكي المدرب ما راح نلوم المدرب لأنه ما لا إلا يومين أو ثلاثة مع الفريق، فما أعتقد أنه بيحدث فارق كبير، لكن على المستوى اللاعبين، على المستوى الأداء الفني، على المستوى حتى الرغبة عند اللاعبين، ما لا زال الأهلي قاعد يعاني، وهذا الشيء بيخليه يعاني أكثر. دوري يلو دوري صعب، ما هو بالسهل، الفرق اللي تلعب فيه معاها متقاربة، لكن ما الأهلي ما أنت إلى الآن جالس تدور. لا أنا قلت لك الأهلي لا زال دبلوماسي، دبلوماسي تبغى تقول الجواب الصريح ولا ما زلت تدور؟ لا أنا قلت الأهلي لا زال. طيب وش المشكلة وين؟ المشكلة أكيد يحتاج له وقت طويل. المشكلة في مين؟ ما هي ما في مشكلة محددة؟ لا ما في مشكلة محددة، أنت صعب أنك أنت تيجي المشكلة كبيرة بتحلها في يوم وليلة. أنت مشكلة كان يعاني من تخطيط إداري، من تخطيط فني، من لاعبين، هذه كلها تراكمات كلها استمرت مع الأهلي ولا زالت تستمر، ما راح تقدر تصححها. طيب في يوم وليلة. أحمد بتقنعني اللاعبين جدا مع احترامي الكامل لهم يوازون لاعبين الأهلي؟ لا بس ما هو معناته إن الإمكانيات أوكي، لكن الوضع العام الموجود في الأهلي صعب، من طيب من مشاكل إدارية، من طيب مشاكل فنية. أحمد الوضع العام في الأهلي بعد الإدارة الجديدة واللي تحسنت أمور كثيرة، أمور المالية كله تحسن، أعرف البيئة في الأهلي الآن اللي أسمعه الأمور هادية. اللي نشوفه في الملعب عكس، ما في أي شيء تحسن. طيب يهمنا الملعب انا طيب. انا يهمني الملعب، الكلام اللي بينقال بر الملعب انه تحسن وغيرنا اللي في الملعب نفس الشيء. نفس الشيء.